الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ملفات تربوية. عدد اليوم سنحاول أن نتطرق إلى ملف مهم جدا، وهو ملف هندسة النجاح وأسرار التفوق الدراسي لدى الطالب. يا ترى ما السبب في أن هناك طلبة متميزين وآخرين غير ذلك، وهنالك تلاميذ ناجحين وآخرين غير ذلك، وهنالك من يحقق أحلامه وأهدافه وآخرين لا يحققون ذلك؟ فهل الناس التي لا تحقق أهدافها وأحلامها لا يريد أن يكونوا ناجحين ومتميزين؟ بالطبع لا. فما الفارق بين الفريقين؟ وهل للنجاح والتفوق الدراسي أسرار وخبايا؟ كل هذا وأكثر نناقشه في حلقة اليوم رفقة الأستاذ والمدرب مهدي بالهشاد. مرحبا أستاذ. مرحبا. لا بأس أن نعرف بضيف حلقة اليوم، الأستاذ مهدي بالهشاد، مدرب في التنمية البشرية والتطوير الذاتي وممارس في البرمجة اللغوية العصبية من ولاية خنشلة. له العديد من الدورات التدريبية في مختلف مناطق الوطن، من بينها دورات مخصصة للطلبة والتلاميذ، معتمد من مؤسسات وطنية وعربية. مرحبا مرة أخرى أستاذ. مرحبا بك أخي بوزيان، أنا سعيد جدا أني أكون ضيفك، وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأتمنى أنه يقضوا معنا وقت ممتع ومفيد إن شاء الله. إن شاء الله. أولا أستاذ، ممكن تعطينا مفهوم التنمية البشرية بصفة عامة؟ في البداية راح نتكلم على مفهوم التنمية البشرية. مفهوم التنمية البشرية هو مصطلح عام ويشمل كافة أي أشياء خاصة بالبشر، يعني أي شيء خاضع فيه يدخل فيه الإنسان هي تنمية بشرية. نحن لكن أريد فقط أني أخصص هذا المصطلح بما يسمى بالتطوير الذاتي. التنمية البشرية مفهوم عام، لكن التطوير الذاتي، ما نقصد بالتطوير الذاتي أنه نقوم بماذا؟ بإكساب الشخص يعني مجموعة من المهارات ليطور ذاته من أجل تحقيق ذاته. هنا فقط يعطينا واحد الفرق بين ما يسمى بالتدريب والتعليم. التعليم هو عبارة عن ماذا؟ هو إعطاء معلومات، لكن التدريب هو إعطاء معلومات وإكساب مهارات، والأهم تغيير قناعات. فعلا. إذا لدورات التنمية البشرية أهمية كبرى، في رأيك ما هي أهمية حضور هذه الدورات؟ حضور مثل هذه الدورات ولا دورات التنمية البشرية أو التطوير الذاتي خاصة هي مهمة جدا لجميع الناس كافة، لكن نحن بما أنه صدد الطلبة رح نتكلم على أهميتها بالنسبة للطلبة. الطالب مش رح يستفيد كي حضوره هذه الدورات. أولا يكتسب أهم المهارات باش تسهل عليه اكتساب المهارة من أجل واش؟ باش أنه يحقق الهدف تاعه هو النجاح الدراسي. ثانيا يعرف قدراته وإمكانياته من أجل أن يستغلها أحسن استغلال. الله سبحانه وتعالى يقول إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أن الإنسان يملك قدرات وإمكانيات، كيف يستطيع أنه يعرف هذه القدرات ويستغلها أحسن استغلال. ممتاز. ثالث حاجة اللي هي أنه يحفز ذاته من خلال ماذا؟ من خلال البيئة الإيجابية الموجودة خلال هذه الدورات. يعني كل هذا يصب في خانة النجاح بالنسبة للطالب. في رأيك كتعريف للنجاح، ما هو مفهوم النجاح؟ أنا أرى أنه بتعريف بسيط للنجاح، أنه النجاح هو عبارة أن يكون لك هدف وتسعى من أجل تحقيق ذلك الهدف. هذا هو مفهوم النجاح. إذا أردنا أن نسقطه على الطالب أنه يكون عنده هدف، أنه الهدف تاعه أنه ينجح في الدراسة ويسعى يعني بمجرد يعني أن يعمل من أجل أن يحقق ذلك الهدف إلى غاية أن يحققه بإذن الله. يعني تعتقد بأن التلميذ والطالب يلزمه وضع هدف معين، وفي نهاية الأمر لابد له أن يحقق الهدف، هذا هو مفهوم النجاح بالنسبة لك؟ صح. يعني تقول بأنه دورات التنمية البشرية تقوم بالمساهمة والمساعدة في إنجاح الطالب
ومن خلال هذه الدورات يستطيع أن يصل نقول بسهولة لتحقيق هدفه. في رأيك أستاذ، ما هي الصفات التي يجب أن يمتلكها الطلبة لتحقيق النجاح؟ خلال يعني دراستي لمجال التطوير الذاتي وحضور الدورات ومن خلال تقديمي لتلك الدورات، رأيت بمجموعة من الصفات الواجب امتلاكها من الطالب من أجل تحقيق هذا النجاح. نحاول نختصرها ونتكلم عليها كل صفة على حدة. أول صفة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. على الطالب أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، سبحانه يعني وتعالى. يعلم أنه النجاح أو الفشل بيد الله سبحانه سبحانه وتعالى، وتعالى. يعني أنه يثق في الله سبحانه وتعالى هو أنه اللي راح ينجحه، نعم. وهذا التوكل ينبع من الداخل، ينبع من الإيمان بالله في حد ذاته. الصفة الثانية التي أراها مهمة جدا هي المسؤولية، يعني يتحمل مسؤوليته، على الطالب أن يتحمل مسؤوليته ماذا؟ 100%. ماذا نقصد 100%؟ كيف هي المسؤولية مثلا؟ يعجبني تعريف بسيط، يعني نعم الواحد الدكتور يقول له ستيفن كوفي كاتب نعم كتاب العادات السبع، نعم يقول انه ريسبونس ابيليتي، قسمها الى ريسبونس معناها ردة فعل، وابيليتي هي القدرة، يعني هي القدرة على ماذا؟ على التحكم في ردات افعالنا. يعني اي طالب يتواجه مجموعة من التحديات، نعم قد تكون صعوبة المادة، قد يكون أستاذ أسلوب ما لا يستوعب منه أو كيفية، ظروف خارجية أو مثلا. ظروف خارجية. ممتاز، نحن لا نتحكم في هذا الشيء لأنه أمر خارج عن نطاقنا، لكن نحن نتحكم في ماذا؟ في استجابتنا لذلك الشيء، يعني لذلك رد الفعل تقصد. ردة الفعل. ممتاز. هذا التحكم، يعني الإنسان المتحكم ولا الإنسان الذي يملك مسؤولية، جميع الناجحين نعم بدون استثناء مروا عندهم، بهذه المراحل الصعبة. ممتاز، لكن هم تحملوا مسؤولية حياتهم ولم يقعوا فيما يسمى بالأعذار. اعلم يقينا عزيزي الطالب والعزيزي المشاهد أنك أنت إذا لم تتحمل مسؤولية حياتك ستقع في دائرة الأعذار، باللي أنك تقول أنا أريد أن أتعلم تلك المادة لكنها صعبة، تلك كذا لكني لا أملك الرغبة، وتقع في دائرة الأعذار. هذا لازم أنك أنت تعلم أن النجاح بعد الله سبحانه وتعالى هو بيدك أنت، أنت المسؤول الوحيد على تحقيق ذلك النجاح. بصفة عامة المسؤول عن النتيجة سواء بالنجاح أو عدم النجاح، حتى لا أقول الفشل لأنه ممتاز، الفشل غير موجود تماما. أنت قلت وذكرت بعض العراقيل إن صح التعبير، ومنها الإيحاءات السلبية لدى الطالب. مثلا يقول بأنه هو ضعيف في مادة معينة منذ زمان، ولا يمكن تماما أن يتدارك هذا النقص وهذه الصعوبة. لذلك كيف نتخلص من هذه الإيحاءات السلبية مثلا؟ صحيح. للأسف يعني نحن الطالب يعيش في ظل مجموعة من الإيحاءات السلبية التي تواجهه يوميا، كما تقول إيحاءات سلبية يقولها لنفسه، قادر إيحاءات سلبية يسمعها من زملائه ولا من المجتمع، ولا هذه كل تعمل على نتائج تحصيله العلمي. كيف؟ أولا أقول خطوة سهلة وبسيطة، أولا عليك أولا بمراقبتها، أولا معرفة ما هي الإيحاءات السلبية التي تقولها وتكررها على نفسك. هل مثلا يمكن مثلا أستاذ أن نسميها رسائل سلبية أو ذبذبات سلبية تصل للتلميذ والطالب؟ صح، نقدر نسميها رسائل سلبية يقولها. الأصعب أين؟ ليس التي أقولها التي تأتي من من الخارج، الخارج. التي أقولها لذاتي، هذه الصعبة أراقبها. مثلا أقول أنه أنا لا أحب مثلا المادة الفلانية، المادة الفلانية صعبة بالنسبة لي، أنا حاولت ولكني لا أستطيع النجاح، كله عبارة عن إيحاءات سلبية. أول مرحلة أني أراقبها، يعني بمعرفتها، كيف يتم مراقبة هذه الإيحاءات مثلا؟ مراقبتها. مثلا أنت بمجرد، هناك ما يسمى بأنك بمجرد أنك تخرج، أنك تعطي تركيزك لشيء تولي أنت تتحكم فيه. يعني مثال، أنا مثلا راح أدرس مادة من المواد، نعم أقول لنفسي مثلا هذه المادة صعبة، هذا حديث داخلي، فهم. بمجرد أقول ذلك الشيء أعرف أني في مرحلة مراقبة أفكاري، قلت لي الآن لأني لا أحب هذه المادة، ما أتوقف أراقبها. المرحلة الأولى أراقبها فقط، لا أفعل شيئا. المرحلة الثانية بعد المراقبة يأتي بما يسمى بعملية توقف عن قولها، حتى ولو أني أحسها، صحيح أني لا أم أنا لا أحب تلك المادة حقيقة، لكن فقط لا أقولها بلساني،
هذه المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإيحاءات الإيجابية. يعني قبل الإيحاءات الإيجابية نتخلص من الإيحاءات السلبية. بمجرد أني قلت أقول ستوب، بمعنى لا أتوقف عن قولها، أراقبها المرحلة الأولى مراقبة، المرحلة الثانية ستوب، المرحلة الثالثة هي الإيحاءات الإيجابية. أنا قلت بمجرد أراقب شيء ولا أعطيه تركيزي أصبح أنا المتحكم فيه. اتفقنا؟ يعني أني باش ننتقل الإيحاءات الإيجابية، هما دائما في خلال الدورات يقول لك، أن يقول مثلا أنا ذاكرتي قوية، أنا أملك مثلا، أنا أحب تلك المادة. أنا في رأيي الخاص، أني أول مرحلة أني سأراقب الإيحاءات السلبية التي أقولها لنفسي وأكون صادق مع ذاتي، أني ملزم أني أوقف هذه الإيحاءات السلبية، لأنها ماذا؟ لأنها تعمل ضدي وليست معي. فعلا أي إنسان يريد أنه يحسن ذاته فعلا وأنه يتفوق، إذا أتوقف بمجرد أني أراقبها، أتحكم فيها، أتوقف عن قولها، ثم أنتقل إلى ما يسمى بالإيحاءات الحالات الإيجابية. الإيجابية. نعطي مثال بسيط، أنك مثلا أنت عندما تذهب للطبيب، أنت تروح للطبيب يقول لك ما بك يا أخي، فعلا فعلا تعطيه أنت مجموعة من الأعراض، فعلا هو من بعد يعطيك الدواء. كيف احنا هو بعد بعدك تشخيص الدواء. اكيد ممتاز، هو اولا ذاك الطالب هو طبيب نفسه فعلا يعرف ما هي اولا الايحاءات، السلبية، ثم يتوقف يوقفها، يعني ويوقف يعطي هذه دواء الرسائل ممتاز، السلبية. ثم ينتقل الى الايحاءات الايجابية. الإيجابية في طريق الايحاءات الايجابية يجب ان تكون واقعية في بعض الاحيان، فعلا يعني ان يكون لا يقول انا املك ذاكرة قوية وهو لا يملك ذاكرة قوية. هنا يصرى تناقض بين العقل الواعي والعقل الباطن. هو لازم يقول انا اتذكر لماذا، ويأتي إلى ذهنه ويتبادر إلى ذهنه مثال أنه مثلا يتذكر شيء، فعلا تذكر شيء من قبل، فعلا يعني هذا يدعم تلك المعلومة، وبالتالي صح تصبح معلومة صادقة ويقبلها العقل الباطن. وثاني ورابع شيء أنه شيء أنه يقوم بتكرارها، فعلا تكرار هذه المعلومة في أي فرصة تتاح له، أنه يقوم بتكرار هذه وهي المعلومة. وسيلة تسمح له بتعلم هذه المهارة مثلا. أكيد أكيد، التكرار هو الشيء الأول اللي يسمح لك بترسيخ العادة. نحن العادة مثلا فعلا من هذا ترسخ من التكرار. كيف بنفس الطريقة هي الإيحاءات الإيجابية. يعني أستاذ، هل هنالك صفات أخرى ممكن تقولها عن الطلبة لكي يحققوا النجاح؟ ولكن للإجابة عن هذا السؤال مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، مرحبا مرة أخرى إلى ملف اليوم حول هندسة النجاح لدى الطالب. أستاذ مهدي، توقفنا عند طريقة التخلص من الإيحاءات السلبية لدى الطلبة والتلاميذ. الآن بعدما نتخلص من الإيحاءات السلبية، ذكرت بأنه نعوضها بإيحاءات هي إيحاءات إيجابية. ممكن تحدثنا أكثر عليها؟ ممتاز، نتكلم أنا بمجرد أني أستخدم الإيحاءات الإيجابية تديني لواحد الحاجة، واحد الشيء يسمى بالتفكير الإيجابي. نحن نعلم أن حياتنا من صنع أفكارنا، فعلا وأصلا ديننا الإسلامي يدعو إلى التفكير الإيجابي. بماذا؟ بشيء بسيط جدا، وهو التفاؤل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله يقول، عليه وسلم تفاؤلوا بالخير تجده. تجدوه. تفاؤلوا عبارة من ماذا؟ عن فعل أمر. فعلا بماذا؟ بالخير. بالخير تجده، النتيجة الحتمية هي تجدوه، رائع يعني جدا. أنه أي طالب يريد أن ينجح أنه يسعى أنه يكون متفائل. هذا التفاؤل هذا وش يعطيه؟ يعطيه واحد القدرة أنه يعمل ويقدم جميع الأسباب باش يحقق هذاك السبب اللي هو النجاح. يعني أما الإنسان، نروح مثلا الإنسان المتشائم اللي غير موش متفائل، وش يدير؟ تلقاه مثلا بما أنه يرى أنه في تلك المادة أنه مهما عمل ومهما درس ما لن يستطيع أن يحقق ذلك الشيء، على عكس الطالب المتفائل يسعى ويعلم يقينا بأن الله ماذا؟ سبحانه وتعالى يعين من يستعين به. مادام أنك أنت متوكل ومتحمل مسؤولية حياتك بنسبة 100%، يعني لا وجود للأعذار، ثم عنده تخلص من الإيحاءات السلبية، عنده إيحاءات إيجابية تصنع له حاجة ما يسمى بالتفكير الإيجابي. يعني بمجرد أنك تكون تملك مهارة التفكير الإيجابي ستسعى يقينا، يعني يولي عندك واحد، أنا يعجبني واحد المثل يقول أنا مصمم على بلوغ هدفي، فإما أن أنجح وإما أن أنجح. هذه الشخصية أو طريقة التفكير
لا تنبع إلا من شخص عنده تفكير إيجابي. بصيغة أخرى يمكن أن تقول بأن سر النجاح أن تكون وفيا لهدفك ومصرا على الهدف، وهذه رسالة إيجابية. صحيح. من خلال التفكير الإيجابي، ألا تعتقد بأن التفكير الإيجابي يعطي الطالب ويعطي التلميذ ثقة بالنفس قد تساعده كثيرا لتحقيق النجاح؟ صحيح. تلعب الثقة بالنفس دورا مهما جدا، دورا مهم جدا في ماذا؟ في تحقيق النجاح، حيث أن جميع الناجحين، وإحنا بما أنه نتكلم عن الطلبة بتخصص، يعني أنه الثقة بالنفس، يعني أنه الطالب يسعى ولا يذهب إلى مثلا الاختبار ولا للدراسة وهو متأكد يقينا بماذا؟ أنه سينجح. معليش في سؤال، هل التفكير الإيجابي هو اللي يعطينا ثقة، أم الثقة هي التي تعطينا تفكير إيجابي وتفاؤل بالنجاح؟ أنا في رأيي بلي أنهم أم هنالك علاقة ترابط هي وتكافؤ علاقة بينهم؟ ممتاز، هي علاقة ترابط بين الثقة، إما الثقة في بعض الأحيان التفكير الإيجابي يأخذك للثقة بالنفس، والعكس، وفي بعض الأحيان الثقة بالنفس تأخذك إلى التفكير الإيجابي. لكن إذا كنا شوية منطقيين، ولا أنه كل شيء يبدأ بفكرة، يعني التفكير فعلا الإيجابي هو الذي يصنع الثقة بالنفس. فعلا لكن ذوك السؤال، الطالب كيف أستطيع أني أملك ثقة بالنفس؟ لازم نعرف ساعة من أين تأتي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تأتي تنبع أولا من ماذا؟ بثقتك بالله سبحانه سبحانه وتعالى، وتعالى. وثقة بواش؟ بالقدرات اللي أعطاها لك الله سبحانه يعني وتعالى. نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيوفق من يتعب، ومن يتعب سينال، بإذن الله. وهذا صح. وعد من الله سبحانه وقل وتعالى. اعملوا فسيرى الله الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثاني حاجة، لازم تكون عندك طريقة في التفكير. يعني كي تروح مثلا الطالب يروح للاختبار، راح يروح بعقلية وطريقة تفكير أنه يذهب وهو ناجح. وثالث حاجة، أنه يعتبر أنه أن الفشل في بعض الأحيان نلقاه يصراو لنا أحداث في حياتنا، ممكن تم اجتزت اختبار ولم أنل العلامة المرضية التي أريدها، ممكن اجتزت شهادة ولم أنل ما أريد. هذاك لازم نعتبره، جميع الناجحون لا يعتبرونه فشلا، إنما يعتبرونه تجربة وخبرة. ونتعلم من هذه التجربة. ممتاز. يعني بمجرد أني أعرف لا أراها فشلا، يعني لازم نتعلم. الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه يقول: وسلم. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولا المؤمن كيس فطن، فاطن. يعني بحيث أني أنا المرة هذه لم أنجح ولا لم أصل لما أريد، المرة الجاية لازم أفكر بطريقة أخرى، يعني أبقى ملتزما بالهدف لكن أغير الأسلوب الذي يوصلني إلى تحقيق ذلك الهدف. بمعنى تتغير النتائج مع تغيير الأسلوب. ممتاز. يعني أبقى مركز على الهدف وأغير الوسيلة من أجل أن أحصل على نفس النتيجة. وممكن في بعض الأحيان نتعلم من الفشل أكثر مما نتعلم من النجاح. صح. يعتبر الفشل أول معلم لنا بالنسبة لي. هل من صفات أخرى يجب أن يمتلكها الطالب لتحقيق هذا النجاح مثلاً؟ بالنسبة لي هناك مجموعة من الصفات، يعني زي يعني عندهم الالتزام مثلا. الالتزام يعني أني أسعى وأستمر وأستمر وأستمر، الشيء اللي يخليك تستمر من أجل تحقيق ذلك النجاح. كل الناس تريد النجاح، كل فعلا الطلبة تريد النجاح، لا فعلا، أحد لا يريد النجاح، لكن الشيء ولكن كيف؟ كيف؟ السؤال هي طريقة التفكير. كل شيء يبدأ بفكرة الالتزام. يعني أنا قلت لك، أعطيتكم مثال اللي هو أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح وإما أن أنجح، يعني لا أترك لي بديلا آخر سوى النجاح، لا يعني خيار آخر سوى لا النجاح. خيار إلا النجاح. ممكن ليس اليوم، ممكن ليس غدا، لكن بعد غد بإذن الله سأنجح، وأبقى مستمر ومستمر ومستمر. أغير الأساليب، أغير الطرق، لكن أبقى مصمم من أجل تحقيق ذلك الهدف. هنالك مثلا الصبر، نتكلم على الصبر. طريق النجاح ليس طريقا سهل. ممهدا بالوسائل، لا، هو طريق صعب لكنه ممكن، هو صعب فعلا. لكنه ممكن، بمجرد أنك تضع أنه صعب وأنه ممكن، بإذن الله ستصل وتحقق ما تريد. بمعنى الطالب يمكن أن نقول له بأنه يقرر أن ينجح، لا خيار غير ذلك. قرار. شوف، نتكلم بما أني قلت لي هنا، قرار نابع من ماذا؟ فعلا عن مسؤولية تخلينا ملتزمين بذلك القرار فعلا ومتسلحين بالثقة والتفكير الإيجابي.
فعلا جميل والتوكل على جدا. الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما ذكر سابقا اختزلناه في كلمة أقرر أن أنجح، لا خيار غير ذلك. صح، ممتاز. أستاذ، للوصول إلى النجاح لابد من مهارات. صحيح. في رأيك ما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها الطلبة لتحقيق هذا النجاح؟ صحيح. لا، ليست طريقة التفكير أو الصفات التي يمتلكها الإنسان الطالب باش ينجح هي كل شيء. لا، على الطالب أن يمتلك مجموعة من المهارات لكي تظهر تلك الصفات. يعني فعلا من أهم المهارات التي أراها هي مهارة التخطيط. يعني مهارة، ماذا نقصد بمهارة التخطيط؟ أنا أرى أن مهارة التخطيط هي تشمل أنه على الطالب أن يعرف كيف يحدد أهدافه على أنواعها، وسنتكلم على مجموعة من على أنواع الأهداف. وثاني مهارة في التخطيط هي كيفية أدير وقتي. أولا اتركنا مع التخطيط، ماذا تقصد بالتخطيط عموما بالنسبة للطالب؟ يجهل أولا مفهوم التخطيط، كيف يخطط، فكيف نطالبه بالتخطيط وهو يجهل هذا المفهوم؟ ممتاز، حاولوا نبسطوا المفهوم التخطيط. لا ندخل في تعريفات أكاديمية، لكن نعطيه بأسلوب مبسط. هو ماذا؟ هو عندك أنه أولا يكون لك هدفا، وأنك تقوم بإعداد مجموعة من الإجراءات المنظمة من أجل تحقيق ذلك الهدف. يعني فالتخطيط عندك غاية ولا نتيجة راح توصل لها، راح تقوم بمجموعة من الخطوات باش توصلك لهذه النتيجة مثلا. لكن أول شيء أخطط لهدفي، معناه أختار وأوضح الطريق الذي أريد أن أسلكه. ممتاز، أول خطوة لازم تعرف الهدف. لا الهدف يمكن هو النجاح طبعا. هي الهدف في النجاح مثلا النجاح الدراسي، لازم نحدد أني أريد النجاح الدراسي بمعدل كذا. معناه لا النجاح نجاحات أصلا، لأن صحيح، التلميذ الذي يتفوق بمعدل 12 أو 13 ليس كتلميذ يتفوق بمعدل 17، بمعنى حتى الطلبة لديهم أهداف مختلفة. ممتاز. لهذا على كل طالب يريد أن ينجح عليه أن يحدد هدفه بعناية. يعني أصلا طريقتك لتحديد هدفك هو فن بحد ذاته، يقول له فن صناعة الأهداف. فعلا يعني أني أنا الهدف بتاعي لازم يكون محدد، كما قلت ليس من يريد 13 ليس كمن يريد 18 مثلا. لازم يكون مثلا يكون محدد بزمن. هل هنالك معايير معينة لتحديد هذا الهدف؟ كل الطلبة وكل التلاميذ يريدون معدل أعلى، ولكن هل هنالك معايير محددة لتحديد الهدف بالضبط؟ ممتاز، هناك معايير بسيطة سهلة مركزة في كلمة سمارت. ماذا اس أقصد بها هي مثلا؟ سمارت سبيسيفيك، اس معناها محدد، ام معناها قابل للقياس، الا معناها متوافق مع قيمي والظروف مع نتاعي. القدرات تاع كل هيا تلميذ. دوك نحكيو عليهم بالتفصيل. نعم ثم الار رياليستيك بمعنى قابل حقيقي للتحقيق، حقيقي. ثم تي معناها محدد بزمن. ناخذها بمثال محدد. ماذا نقصد بمحدد؟ أنت تريد أن تنال علامة، كم العلامة التي تريد أن تحققها؟ أريد علامة 17. 17 قابلة للقياس. فعلا متى أعرف أني حققت ذلك الهدف؟ عندما أنال علامة 17. فعلا ثم متوافق، هل أو هو أكثر طبعا. أو أكثر؟ يعني نحن فعلا نأخذ مثال فقط. نعم ثم متوافق، يعني هل أنا متوافق مع قيمي؟ يعني هذا الشيء يحفزني ويدعمني من أجل تحقيق الهدف. صحيح، إذا كان متعارض مع قيمي وأنه كان يعمل ضدي أغير الهدف، يعني ليس هدفا فعالا. يعني ثم رياليستيك، يعني وش معناه؟ واقعي أو قابل للتحقيق، بمعنى كل سؤال كل طالب يطرح لنفسه، هل هناك شخص في الدنيا هذه استطاع أن يحقق معدل 17؟ بالتأكيد كاين. بما أنه كاين هناك إنسان استطاع أن يحقق معدل 17، إذا أنا أيضا أستطيع. لكن لكن هنالك فروقات فردية بين كل الناس. فقط أني أعرف كيف الفروقات الفردية، هذا ما تأتي به التطوير الذاتي. يعني نلاحظ هنا واحد القوس، التطوير الذاتي ماذا يقول؟ إذا استطاع الشخص أن يتعلم ما يفعله شخص آخر يستطيع أن يفعله. كيف؟ إذا أنا أروح هذه المهارات هذو ولا خلال الدورات، هذه المهارات منين جابوها؟ جابوها من ناس ناجحين ولا ناس مميزين في الدراسة. إذا استطعنا نحن أن نعطي المهارة ونكسبها لأي طالب بناء على رغبته أكيد، يعني يستطيع أن يتقنها ويكون المستوى كمستوى ذلك الطالب المتفوق. أستاذ مهدي، المخرج يشير لي بأن بقيت دقيقة من الزمن
لنهاية الجزء الأول من حلقة هندسة النجاح في دقيقة قبل أن نتم في الجزء الثاني من الحلقة القادمة. أقول كلمة. أكمل الفكرة. نعم، أقول فقط أنك إذا أردت أن تنجح عليك أن تحدد هدفك بعناية، وأن تتحلى بصفات أنك تتحمل مسؤولية حياتك 100%، أن تكون متوكل على الله سبحانه سبحانك. وتعالى، أن تكون لك ثقة بالنفس وتفكير إيجابي. شكرا أستاذ. إلى هنا مشاهدينا الكرام أصل إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم هندسة النجاح لدى الطلبة، على أمل أن نكمل هذا النقاش في الجزء الثاني من حلقة العدد القادم. شكرا على الوفاء والمتابعة. سلام. بالعلم بل بالأدب.